للأوضاع يعني لما انضرب بيتنا، كنا بتلتمر نحن في منطقة الجوزلية، انضرب بيتنا واضطرينا أن نطلع. أول منطقة رحنا جينا عليها على الحسكة، وكل فترة كنا بمنطقة، آخر منطقة كنا بيها بالحسكة كان آجار البيت غالي شوي علينا، وبالنسبة لجوزي ما كان يشتغل، ورفعوا علينا الآجارات وصلوا لل 75 ما عدا الكهرباء ولها، واضطرينا أن نجي على المخيم. شفنا هذا أفضل شيء، أن المنظفات ما سلمونا، وسلمونا لباس الصغار بس ما كان يناسبهم. أنا عشان عندي ولدين يعني جاء عكس الشيء، لحد الآن لباس يعني ما توفر عندنا. ولا الحمد لله السلة الغذائية البارح سلمونا، يعني قاعد نمشي حالنا بها. هم هجينا طلعوا بس بلباس، هم ما شافوا شيء معهم خالص. اجينا لهون تانس كن بالضيعات، كل ما نروح على ضيعه ما في بيوت عندنا، يعني كلها كانت مسكونه وهيك ما في بيوت عندنا. اجينا وين قمنا ندور بالشغل بالمالكيه باجار، ما في عندنا يعني ما قدره نستاجر اجار. اجينا قام اجى زلمه واني يقول انا بدي كم واحد يعني يشتغلوا عندي بالغنم. اجينا عاد رحنا نشتغل بالغنم بعين ديوار، اشتغلنا يعني شغله سنه هيك ضلينا نشتغل معه، واني اقول بعدين ما عاد بدين يا عمي. طلع ردنا كمان نستاجر، ما عدنا قدره نستاجر بالمالكيه. اجينا عاد لهون لسه لازمنا ادوات تنظيف، ما سلمونا اياها مثل ما تقولي حفاضات اطفال، مدات ما سلمونا. نزحت اول فتره على الجبل، نضغط الجبل شويه لان غرابين هنيك، ما صار لي شيء اسبوع 10 ايام جيت لهن. والله جينا هنا بالنسبه للمخيم يعني وضع كويس، بس بطانيات شوي ما اعطونا لسه، الجو بارد بالليل عم نبرد، ومنظفات ما اعطونا لسه. وبالنسبه للغذائيه سلموها لنا البارح، يعني ما استوينا اي شيء، يعني قليله لدرجه يعني ما راح تكفي. مثلا عندنا عيله شيء 15 يوم تخلص ما راح تكفي. وشوف سوزن يعني حتى الخيمه بارده علينا زياده، حتى فرش ما بيه. بريانها مالبات امت خامبان ورز ده صد و 20 مالبات بين، يعني 500 كاس بين. اما ده دس بيكاج بستان ده مالبات زياده بين، هجمار زياده بين، ها بينا ده صد و 20 ده مالبات و 1000 صد و 10 كاس خامبي دهنا. افجي يعني اف مالبات برجي بشتي ريشن دولتا ترك سر سري كاني و جريس بيوانا ابنا پنابر بين الحاسه كي لقامش الوضع تخيني كري ده بين بشتي في بهابنا مواد و تشتي جهين خوارني وانا بهابين و نچار مانا وجي نماد كارن كريا خيني وابدن جبو ويكين ها بري خدانا قامبه يعني هجمار روجانا زيدت بي يعني روجانا مالبات تينا قامبه جاي